مرحبا واهلا فيكم بقناتي. وصفة اليوم هي متبل الباذنجان، وهيدي الاكلة مختلفة عن البابا غنوج، فرح تلاقوا كل المكونات مكتوبة باسفل الفيديو. وما تنسوا تتابعوني على فيسبوك انستغرام وتشتركوا بقناتي باليوتيوب. وهلا خلينا نبلش. اكيد رح احتاج لباذنجان كبيرة، هون انا عم استعمل الحجم الكبير. رح اشويها على النار، وقبل ما احطها على النار لازم تشقوها بسكينه، يعني بس هيك بمطارح شي 3 4 محلات تشقوها بسكينه لحتى تنشوى منيح. كمان رح اشوي معاها توم. هلا هنا عاده التوم ما بينشوى، بينحط ني، بس انا رح اشوي حصين توم رح تعطيها نكهه كتير مميزه. اوكي، فهلا عم قلب التوم، هن اسرع شي رح ينطبخوا عشان ما بياخذوا وقت كتير لحتى ينشوى. قلبتهم على الوجه الثاني، وهون خلص نشوى عندي فبشيلهم. وهلأ بهتم بالباذنجانة، هي رح تاخد وقت أطول لحتى تنشوى. بقلبها على كل الجهات لحتى تنشوى مزبوط، والقشرة تصير هيك سودة وتصير كتير طرية، فحتى من تحت لازم تشوى من كل الأماكن. فهلأ شويتها وخلصت عندي، رح حطها بصحن لحتى تبرد قبل ما أبدأ قشرها. من بعد ما بردت هلأ رح قشرها. بشيل اول شي الراس ما بدي اياه، وبعدين بقشر القشر الاسود. شوفوا كيف من بعد ما انشوى القشر عم بينشل بكل سهولة. واذا لقيتوا صعوبة انه القشر عم بيلزق بايديكم، فيكن تبلوهن بالمي وتكملوا تقشير. فهيك تقريبا الباذنجانة خلص صارت جاهزة وقشرتها. بقطعها لقطع متوسطة وبحطها بمحضرة الطعام. وبعد هيك رح ضيف عليها التوم يلي شويته مع حبة توم ني. إذا أنتم ما بتحبوا التوم الني فيكن تكتفوا بس بالتوم يلي انشوى. رح ضيف عليها شوية لبن، أنا بحب ضيفه بالمتبل وبالحمص كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. كمان رح ضيف طحينة، عصير حامض، أكيد ملح وفلفل أسود. هلأ بطحنهم منيح لحتى يتجانسوا كلهم مع بعض. هلا اخر شي انا بحب ضيف شوية كمون، رح يعطي نكهة كتير مميزة. اكيد فيكن تضيفوه بالاول مع بقية المكونات، بس انا نسيت فضفته بالاخير. هلا بطحن كل شي مع بعض لحتى يتجانسوا منيح، وصاروا جاهزين للسكب والتقديم. رح افردهم بالصحن بهالطريقة، بعدين رح زينهم بشوية زيتون، شوية بقدونس على الاطراف، واكيد رشة سماق. وبالاخير ما تنسوا تحطوا زيت الزيتون. صحتين وهنا، شكلها كتير طيب وبتشهي. فإذا عجبتكم هيدي الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي وتشوفوا فيديوهات الباقيين، وأنا بشوفكن بفيديو تاني. باي.